السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدين الكرام مشاهدي قناة الوطنية في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم اليوم صباح الوطنية. صباح الوطنية اليوم نتكلموا عن موضوع مهم طبعا، وأول مرة نتكلموا عنه في هذا البرنامج صباح الوطنية. موضوع الحلقة اليوم هو جمعية الشيخ سيدي بابا، الشيخ سيدي يا بابا. وضيف هذه الحلقة يوسف البومديان رئيس الجمعية، أهلا بك ضيف الكريم. مرحبا بكم معايا في التقديم كالعادة صافية السلام. مرحبا بك ضيفي الكريم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. كما تعرفوا قاتلكم مستمرة موضوع الحلقة اليوم، إن شاء الله تنال إعجابكم. مرحبا بك ضيفي الكريم، نورت برنامج صباح الوطنية الموسم الثالث. مرحبا بك أستاذ. مرحبا بك أستاذ. ضيفي الكريم نتكلم عن جمعية أهداف. متى تأسست؟ جمعية هي مازالت عرفت مشروع. الشخص اللي بابا عنده مجموعة من الأهداف، أول منها بعد يعني تخليد اسم الشخص اللي بابا كزعيم فكري رباني وطني. مازال الموضوع اساسا يتكلم، الموضوع الاول اللي بدانا به
نقولوا شخص جبال واحد المكرم صحيح من الشاطئ بشواهد حياة مشرق العصر من جانب السياسي من جانب الفكر من جانب الإجسام من جانب التعاون الديني بارك الله كان مصر لجوانب حياة كاملة دخل فيه الباب جانب كشاعر ركزنا على التالي منهم يعني بعد الأسبوع المقبل هذا فكر التجديد إن شاء الله عنده مدعو إن شاء الله قال لها في الأسبوع كانت تجربة هذه المنبر الثقافي اللي في ارتشال اللي في تراب تجربة مهمة وفيها ريديكشن اللي محاضر معي في دبلس من قاعد شيء اليوم وتموري ويحاضر بروح نفسي الموقف ويمكن لي 500 رياش عنها تابع مداخلاته على كل حال لا يهمنا ان شاء الله نعدلوا شرط هذه المداخلات نعدلوا على الشكل السنتي وضع الفيديو باذن على كل حال تخرج في الطريقه اللي نعدلوا توخر الناس تخرجت عندنا محصورات 500 شخص نشاطات الاخرى الساميه قلتنا عندنا قافله الشخص الجبابه اللي تعود سنوي اللي تعود كل سنه تتجه الشهور تشرب الشهور مرتين قافله اخر ما هي بروبرمون هي الساميه هذه اللي تعود فيها جوانب ثقافيه والجوانب الصحيه طبعا المساعدات وحتى عندنا ان نطوروا لي سيجيسيون جايين يعود فيهم عروض سينمائيه ويكون التعريف. هذا مسكيتها. التوعية والتحسيس للمواطن. فوالا لي سيجيسيون الاولى كانت موجهه لمدينه من المدن الثلاثه وكانت اساسا مقتصره على مساعدات انسانيه. لي سيجيسيون الاولى ونحن نتشرف ديك الحاله معناها عنها قافله مطروحه انت خلال بالطريقه النظريه اللي قلت لكم تحتاج ياسر لا بلانيفيكاسيون طوال لا بريميزيسيون اختصرناها اساسا على مساعدات عينيه للمحتاجين وفي ذاك خلقت رياح بوكيو عاصفه الاعصاب باش نخرجوا على الرياح على كل حال القريه عندنا السحاب اللي فتحت جار شمس الظروف كانت تعبانه قاعد تسال الرياح حرام بس ياسر الزمن مجاني من المسكن الحالي جات عليه الرياح قرر الغريب الشرعيه عن بدل ما يوجه الشرعيه المدينه اللي كانت تبرمجه راعي مد في حاله طارئه وعندها خسائر قاضيه وتتوقع عن وجه الشرع محكوم بوكي اليوم القرى استفادوا منها ست قرى من بين كارفور بوكي الى طريق روسو. كانت حقيقة معنا جيناهم 20 يوم وراء نتيجة الاستعداءات نتيجة على حد نتنقل لبدن نتنقل تنقيضة مطروحة من الاخلاق السنة. وسميتهم باللي فاجئني حقة الاضرار باللي 20 يوم مع انهم توجهوا لناس من الجمعيات على ما اعتقد حتى عن الدولة لعبت دور مهم زاد في مساعدتهم حسب بعض اللي شفت من الاخبار. يا غير جاي تراعي لي الحال محباس ما 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 كفاه. هي ما كفاه. اللي البيوت اللي منهم كان خارج ومحرض حتى بنيان مازال بزيفته. والبرقه شوي مش من البرقه هم اللي جبتها. ما عرفت على كل حال كانت كارثه كانت عوام وكبر من اللي جبروا. وعلى كل حال ما زالت بعد كيف يامس طبعا خلطنا مساعدتهم وبيض اخبار ما في سونداج الوصل المضره دخل الافراد لهم التنقل ما هو متيسر وندوروا نجبروا الباز بعد يعني نعاون نعملوها نحن مستقبلا كان يعطينا مدى نعاونهم ونعاونهم بان نشاركوا هذا الجهات المعنيه اللي هو المجتمع المدني.
اللي دوره ذا النوع مهم ومهم حقيقة في العالم بصفة عامة بيجي ونعم روايات مادية دلات كبيرة دور بجدد عند جوانب أخرى نحن منها نسمع المدنية هذا يعني لعب دور مع هذه كلها باز دو ثاني طبعا قسم المساعدات معاها دي فيديو وان سونداج الحالة تهم القرار قبل سنة طبعا بدأنا من الثامنة بين تقريبا وصلات المغربية من وصلات العصر اللي هي سانكار اللي يكون قرى ثلاثة طبعا كان يرجع فيه الحمد لله لكيف تراها اللي متحمس زين عنده كان حريري في الحوية يا خير عدل لي كيف قافلة وكانوا حقا شنو خلق متمولك عن بعد يعني جاه أخبار وعلى بساطة تواضع الهدايا والمساعدات على كل حال لا يعاونهم بعد احنا مع انهم الكارثه كانت كبيره وهم اصلا بعد مد دخلها محدود وامكانياتها محدوده كانت تقول عفت انكودات ما هو اللي زاد في الاخلاق ولا هو اللي داخل الاخلاق ونختار كان بعد خطوه تلقى لكم تموت شكركم خطوه للامام على كل حال وعرض الاخبار النشاط الثاني كان هو الحقيبة المدرسية الحقيبة المدرسية عفت كانت كتر زرقة دكاترة طارئين بعد يعني تعريف الشخص اللي هون عفت تكلم مع مشاعر حقيقية تكلم بعد نكتور يستحق التعريف يستحق صحيح بالنسبه للعرض كان الكاتر الزرقاء الكاتر طارين قبلنا الحقيبه عليها عن لوجو شخص الباب عليه تعريف اسطر محدود بموجه التلاميذ لكن بارطانيات نايدوره عربي معها لكن حتى تعريف بسيط يعطي ملخص تعريف الشخص الباب وكانت تمولي مساعدة حقيقة لليسار اللي ما عنده باش رنبور تركته ولا حرق كرامة اللي كما هنا الرواية كما اللي بنسمع هي كل حقيبة فيها آلة مدرسة كاملة؟ بالا فيها بالضبط دفتر من 200 باش وفيها دفترين من 100 باش وفيها 532 باش ودفتر للرسم اللي عنده الابتدائي وهم علب ملونه علب ادوات هندسيه واقلام ولوح وهاي الشفون اللي تقعد معاه على كل حال تبعد معاه كنت كما كاع معلم وموجه جاي مع بعض ذاتي في السنه و فوكو الحقيبه انفت اهتمام بالجمعيه عنها عن 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 التعليم على كل حال يقطع مرحلة هو الطريق اللي في متناول الناس عنهم يجي وخرهم فقط شبه من كاكة من كورونا لكل ما تمر يعني ما حد يعني هذا التركي لا يشبروا وسيلة تعليم حقة مناسبة لا يحاول يجي يحول حياة غير قرى من 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 الأحياء الفقيرة والضعيفة والاساس انت تلعب فيه ماده دور مهم صحيح يزورا غلطي عندهم الاراده على المقرام وفم المدارس الحكوميه اللي متوفره حداهم صحيح غير فم الوسائل اللي الشيء ماشي ما عنده كارل والله صاحبه ديليش معاه اللي مستوى شغل اسره متوسط الدخل عنده كارتاب اللي هو عنده كارتاب داري زوج رياضه داري مخلق الظروف النفسية حقيقة تطير له صحيح هذه الأسباب اللي تركزنا على محفظ شخص الجبال وقسم منها 113 حقيبة على ترحل قد كرفور أدرى وحي المسجد اللي حاضي هالسنة اسمه الرياض دار البيان اخترناها ليش اخترتوا هذا المناطق؟ ليش اخترتوا هذا المناطق؟ اخترناهم تبارك الله اخترناهم من شهوههم تعرفنا عنهم هم اللي على خطر حقا باللي بعد يعرف كثب السكان اللي عالي
تلاحق فيه اكثر من فقرة نواكشوط. طبعا ما نرجع دائما خارج من فقرة نواكشوط اللي خارج مناطق نواكشوط الشمالية واسن عليهم تعود موضوع تدخل اللي بعد حصار من شيء غير بعد ما بعد مضاش كامل عن الحكومة. هذا المودي للأمانة عرفت فيهم ياسر من الفئات حقا كانت مضطرة من حقة معينة، وبالتالي التمييز لهم الإيجابي لا هو يتوسع وعندهم سبتهم مشكلة التعليم. معنا عن هذه الكريتيريا أساسا الفقر أولا الكثافة السكانية العذر الواحد والصلة الواحد يترك اللي يعني على كل حال الفئات اللي بالنسبة للموريتاني كان يحتاج التمييز الإيجابي ياكل في مرحلة الدعم. هذا أساسا بعد هذه زين كانت هذه 113 مقسمة على المناطق ثلاثة. طبعا ندعو دائما نطرح البلاد عن مجلس التناقض كي يقول ما متيسر الميدان لا متيسر بين الناس هي اعضاء ما هم صايمين وزادهم وعندهم مشاكل خاصه مع نجبر الفرصه كي تكون مشاركه ميدانيه نستقلوا مجلس الوضع لكن نجبروا اكثر معلومات وجمع معلومات ومعطيات ميدانيه عن الاسر اللي محتاجه للجنب. زين وهذا اجرد المعلومات ترى سيمبرتون بلي تعمليها وحالات تعمليها معنا دونك بانين باس دو دوني لباس بها بهذه الجوده وعندنا حتى عملنا نوع من المعلومات اللي حاله منه طارئه نبارتاجوها مع نشاركوها مع الجمعيات المتخصصه في المجال. على سبيل المثال جودتنا طرحي قلت كرف هذا صادقنا مع طب الجامعة عنده إعاقة عفت نحن جي خاصة وهون مركز فعلا لهم الدولة تتواصل معه غير اللي عنده إمكانيات ولا عنده إمكانيات باص ولا عنده إمكانيات حول تلك كان ما نتخصص في المجال وعفت لا هو الميدان غير بعض المعلومات الكافية وبارتاجنا مع جمعية المحتاجين اللي هي المرضى اللي هي دان لو دومين وتكفلت الحمد لله بحالتها وبتسجيلها في المركز وبأدواتها المدرسية بحالتها ومتابعتها ومساعدتها في النقل. زين ضيفي الكريم اللي نسولك شوي بما انك انت قلت عنها هي ما هي مختصرة على أسرة واحدة اللي اسمها جمعية الشيخ باب الشيخ سيدي يا بابا بعض الناس ليش كانها مختصرة على الأسرة وانت هون قلت أنا ما شاء الله مشاركة فيها 500 زايدة من الناس كاملها فيها موريتاني كاملها قرونها الأربعة ليه تقول أن طريقة الانتساب في هذه الجمعية شنو؟ انتساب في الجمعية لا حد مؤمن بالعمل التطوع صحيح العمل الجمعوي ثقافي ويجي الاستعداد لأي حالة من أعضاء الجمعية جمعوا عندنا صفحة على فيسبوك وإن شاء الله تطورت وإذن ست غير في الوقت الراهن عندنا صفحة على فيسبوك حتى كان بدا استعداد يدخل اوتوماتيك موريتاني ولا أجنبي حتى كان عنده نفس المبادئ ما يحكر على أحد نهائيا. صح حبيبي لسه ملي يعود بعض الناس لكنها اللي حكر على الأسرة اللي هي منها فاهمك قال لسه ما برانا عليها اللي هي جماعة موريتان كاملة لا ما برانا عليها أخلاق الناس كاملة اللي يعرفوك جماعة الله يلح الله يلح الله يلحق سمعتك بالمكالمة اللي عاد اللي جاهزة اللي هنا قضوا معنا مكالمة. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم مشاهد. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم مشاهد. ألو السلام عليكم مشاهد. صحيح رضا ما يجهز المكالمات المخرج يطلع عنا الفيديوهات ويعود نتكلم عليهم فهذا قاعد الضيف الكريم علق عليهم يعود الفيديو الاول.
السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك لاباس يا كهان؟ ما شاء الله تبارك الله بخير وعلى خير. شكيب الصباح ياك لاباس؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم اتصل بك. ياك لاباس يا كهان؟ ما شاء الله تبارك الله بخير. ماشيين ياك معافين معاك في الشارع. مرحبا وسهلا بخير. الله يحييكم وراني نحييكم على التقديم المتميز للبرنامج. الله يحييك. وراني نحيي ضيفكم الكريم الاستاذ يوسف بن مدلل بجنه باب الشيخ سبيع. بخير. وشاكين جزيل الشكر على الجهود اللي يقوم بها وتقوم بها الجمعيه جزاهم الله خيرا. وراني نحييكم انتم ونحيي زملاء قناتي الوطنيه. وشاكركم انتماتي بشكل خاص على هذا البرنامج ما شاء الله المتميز. من بدايته هو يقدم قدموا حلقات متميزه وتجيبوا ضيوفنا المتميزه. ورانا نشكركم شكرا ونحييكم ونحيي معكم اداره قناه الوطن والعمال الكاملين ربنا يشكركم ان شاء الله. شكرا شكرا جزيلا لك مستشار يعقوب سيدي عبد الله على هذه المداخله اللي اكثر من رائعه. شكرا جزيلا لك. نقوم معنا مكالمه ثانيه. السلام عليكم. تابع اعطينا الفيديو والمخرج يعود فيه الصوت. انا مدرسه الشيخ احمد ابن معالي سنه خامسه كنت امر وسنه رابعه ونشحت شحال تاع جيش العراق بزياده. ليش تدار تسوي الشاطر كل هذا قدمت تفاصيل ان شاء الله تخش جيش العراق زمن الرقم. يا الشيخ سكيبه شكرا. يا الشيخ سكيبه شكرا جزيلا. نقبل الفيديو الموالي. شنو يا مام هي ان الاوت ان دب هي بور ام جانا كتب يا مانين ون جارا مول جارا سيدي الشيخ سيدي يا بابا شكرا لك. الشؤون الحقيبة المدرسية وجد طريقه الى هؤلاء الطلاب وجدوا فيه ما يدفعهم الى مواصلة التعليم رغم الظروف الاستثنائية لذويهم. ولا يزال هناك مدارس اخرى ولا يزال هناك طلاب كثر ينتظرون مثل هذا المشروع. المشروع سيغير ولو جزئيا مواقع من التساوي. نطلب من المخرج يطلع لي باقي الصور وانتم تتكلموا عليهم. هذه الصورة في بوكي من الكارثة. لا تشكي على كيف دخلت البارحة. الصورة الموالية. هذه الصورة الشيخ مسلم عند الانترنت كان عندهم بيت قالوا عنه فوتو داقر السنة متبارك مع حبيب نوبي وجات انه راح مجهود سنتين ولا ذاك من طريحة 500 كيلو سنة يا كيلو البيت قدم السن وجات الرح
وقابلها حفيد لها خلاص وداوي الحال بعد ورشة عن الطب الفن كان موجود عنده دقيقة برق وقعدهم يكتشكيت اللي ظهر وراها خد عن الملابس اللي متقعدين شادت بالرياح والحال البرد فينا خلاقة لحد جاهو شاف كلمات ما تعبر حتى عنها صحيح لما دقع سبب الكارثة غاصلة المساعدة ونزالت مع عظمنا طبيعة وبطشت فيها صحيح الصورة الموالية هذه الصورة الشخص كان عنده عمل مؤقت في عمال الدوليين هو دولنا طبعا نتيجة التشكيل الجديد لهم الحق اللي ما تشتغل فيها ونسوا الحرب عن الحاسب اللي اعطاهم اللي درسوهم ونقزوهم من اعطاهم حقوقهم وقمنا بها بيتهم باع وجات من وراها الرياح الريح كيف نحكم على ابنائهم وجات من وراها الرياح وفي الوقت راهن عاد العلاقة وهذه مساعدة اعطيتوها انتم بارك الله هذه هي مواد غذائية وفيها ملابس جديدة وفيها مبالغ مالية رمزية حتى تنبيه اللي معهم شريه يبيعهم الدنيا السوق قاعد ينفعهم بعد دور مرحلة اللي بعد عام السارق انحرات الحمد لله الصورة الموالية لا هذه مسلمة سحابة ساكنة معها أساسا بنت طبعا مطلقة وعندها ايتام وكان عندهم بعض من البيت قاعدة جات منهم كان عندهم بعض مشات معهم في دارك اجبرناها عقب قيدودة تحت يعني ما قد تقول عن بعض العريش كيف هذا الناس اللي تشوف عند المانجر يقبضون مؤقتا هناك يبيعوا لي على كل حال هو عاد سكن الحال اللي دنبار ما ترى خالد عنده شنو تركب في الدشرة من الطائرين زاد عاملهم محدود عندهم صارهم في الدشرة طريقة اللي يلحقوها بيها يلحقوها بيها شيء ما خالد صعب دنبار ما ترى خالد حقا طلقت عن شيء عن احنا ما فات بناته الصورة الموالية هذه أحد بنات المطلقة ليك الشيبانية اللي نعت قبيل كانت بيت نفس المنطقة كانت نعت النجار عندهم متضرر زادهم المساعدة عدناها تقسيم المساعدات وجولة استطلاعية جمعية وراء مجنون نشاركهم مع الجمعيات اللي تحامل المجتمع المدني كامل والدولة زادية ما دخلت حسب دخلت بعض المناطق إذا مو نكلوا حمية الناس كامل صح ولا كل طرف واحد يقعد يقوم به صح لحالته رفضنا الجولة الجولة المالية نقبل أخبارهم ونشاركوهم مع الجمعيات والمنظمات المختصة صحيح وهذه الصورة الصورة الشيبان المرة اللي نعات في المارك كانت عند بار باترفع اللي زحاف الراجل اللي حذاها هو مرة طلعت الضعيف حتى عند أعمال دي زوجة ما تلاقي في المنزل وأثار الدمار ذيك اللي ما عندها طبعا هذا الجراح حذاهم بارهم وسخذوها من الصورة ومثل ما كانوا من الصور اللي عندهم صحيح الصورة الموالية نفس الشيء حالة مستفيدة أساسية بحالة أسرة السن الماضي على منطقة نائية كان يعني بوضع شيء زاد عند الترك الرابع وطبعا الترك مدي قال فيه مع ما في المدرسة بعد في القرية تأسف لفت عنهم شغل المدرسة لابدال المدينة من تنقل الكميات محاتف عقبة الطبيعة طبعا ما لي يتخمم في بوصة للشير كي مع القاعدة عن وسيد النقل ولكن هم اللي من طريق كان فين باطنة حضرة تساعدهم في
محاضراتهم في شمل القرى قطعا في المحاضر وهم اللي محاضر على كل حال هادو قريت اللوح اللي قالوهم فهم السلوح تتفاكر مشتغل على المسلم مشتغل على ذاك يعني انا بعد المدرسة الخاصة مش قلت هم مدارس غير في المناطق المحايدة تنقل شلونهم يومي يعني الظروف صعب احنا نبدا نحدد عود مضطرب حتى تواكب ولا يفد هم راسه ياك 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 الناس اللي في الدشرات ما تخاف صحيح ضيفي ضيفي الكريم اللي نسولك شوي انتم هذه المساعدات اللي تقدموهم من مجهودكم انتم الخاص والله عندكم دعم مادي من الدولة دعم مادي من الدولة ما فتش برتو هذا بوكي بالنسبة لبوكي بالنسبة لبوكي كانت تبرعات أساسية لأعضاء المجموعة اللي هم ممولين 100% تبرعات ما في أي متبرع خارج المجموعة بالنسبة للحقيبة المدرسية والتدخل اللي خلق في كتب الوقت الأسبوع الماضي كانت هذا نتيجة لهذا هذا العرض الفيديوهات والصور اللي ما شفت خلق يعيبوا على المنظمات وما سعنا نعمل التلعات وتسعات موجودة الحاجة البحر هذا التوثيق هذا لابد لكم منه توثيق لابد لنا منه نتيجة المتبرع لابد لنا من عتوله صحيح بعد يعني مو مساعدة وصلي ثانجل قلت كنت له شغلي عن هذا نتيجة لهذا المقاطع وهذا العرض دخلوا مجموعات جمعيات الخط وساعدوا منهم جمعية العطف الحنان وخيرت محجوبة متكة كانت تعطي مساعدة لمرحلتين معهد ملابس رياضية جديدة وملابس أخرى للنسوية والنساء والرجال والأطفال تعطي منهم قدر كبير كانت الملابس الرياضية كانت موجهة لنادي شباب كان عندهم عفد مركز للرياضة له عدله وقال لهم الملابس الرياضة مرسلة دخلت مجموعة تكافل الخيري يا أمس بدأ نسج هذه المقاطع برئاسة نانا بتولى عدل وطاعتني داقر إلى ذهن طاعتني داقر 20 حقيبة مدرسية وشمل مع انه اول من تساعد من خارج المجموعه خارج الجمعيات اما الاخر لا التمويل لا شيء من المجموعه خمس مشتركات طبعا ما تبرع كامل نجي واحد من قاومهم يا غير وهي واحدين متحمسين له وحقا الهدف بالنسبه لهم زين لنرجع شوي للصفحه وانا معايا نرجع لباقي الصور عندك هون يعقوب المختار فال تحياتي الاخ يوسف والسؤال ما هي الاهداف الجمعيه ومن يمولها الاهداف الجمعيه اللي قلت بدايه البرنامج عنها هواد والثقافات والوطن بصفه عامه والعمل الانساني والتعريف جديد عصر الشخصية بعد محل البقران سنة هذا من الأهداف الشاملة ومن الأهداف الخاصة للتعريف ومن يمولوها؟ اشتراك شهر ونصف يتبرعون بها تبرع ذاتي بحت
عندك هون الزميل والصديق والسيدي عبد الله، صرتك بعد لو خيرت بذاك الضيف وبذيك الجمعية. شكرا جزيلا زميل عزيز. عندك رمضان الحاجي وخيرت بالضيف وخيرت بالمضيفة. محمد الحسن، السلام عليكم ورحمة الله. ما هو دور الجمعية وأهدافها التي تطمح إليها؟ ما تطمحون أنتم في الجمعية؟ دور الجمعية رقم واحد التعريف بالشخص الجبابة وإعطاء كل موضوع يرتو تقديم الموريتانية كاملة ومساعدة المحتاجين ومحافظة على الموروث الوطني والثقافي بصفة عامة. هذه المهدف لا اهداف تطم الاهداف اللي قلنا هاي قار شنو هي طموحاتكم انتم اللي تطمحون؟ طموحاتنا كبر الكرش الله تبارك وتعالى كبر الكرش كبر الكرش الحجر بصفة عامة مهتمين بالجانب الانساني ومهتمين بالاهداف الجمعية اللي عم نشوف طموح كبير ما عنده حدود. فما الشركة تنضج ندوات فكرية ندوة بعد ضرقية جعلت إن شاء الله كانت مباراة مشاكة على أكتوبر حصارها اللي مدعوين مهمين اللي تكدوا عن المواكشور فاصل اللي داخل أكتوبر ولا بداية نوفمبر تركز أساسا على الفكر التجديدي الشخص الجباب والتعريف. فما شن ما نختم عود نظري حتى انا خبرتك بالاذاعه والتمرين عندنا ياسر من المواضيع ومن من 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 النشاطات اللي حكما انضج يعني اخترت معامل مفاجئه فهم موعود اللي ما نعود اعلنت عن الشيء والاخر بالطريق. على كل حال فما اكسيون طموح ان شاء الله تعالى وبعد شباب حالك النشاط قاعد ثابت سنوي هي قاعد الشخص اللي بقى كل سنة لا هي تعود مش تشرب تشرب طبعا بتقعد عندك تمرير الشخص تفر تساس على مساعدة الإنسانية من كوبي بوكي القديشون اللي تعود نسخة ثقافية توعوية صحية اجتماعية مالية جهاز الإنسان تعود قابلة متكاملة ما بالكلمة معنا والوجه الجاي بدو بقصة الشرق والعودون إن شاء الله تعالى نقيسوا شمال ونقيسوا جنوب. من رأيك كان عندكم ممثلين في هذا الداخل كي مثلا جمعيتكم عندها رئيس مثلا في بوقي ولا عندها رئيس في كيفة ولا عندها رئيس والله ممثلها في المارك؟ عندنا ممثلين بزوارات وممثل الواجب وممثل مجلس بتريد الخاق نوخ عندي قلتك عن القرون موريتانيا دار بعيد بعد مسكان المحشر بتعب عن الشلال والله لكن هذا مسكان موريتانيا بتلاحق من على كل حال نهدف في اكتمال التمثيليات على مستوى وطن كامل يغال بعد الوقت الراهن عندنا الزوارات والواجب ومجلس زين. طيب الكريم شنو طريقة التبرعات حليت برائكم زيادة بشي؟ كان عندكم شيء تقبضوه من التبرعات؟ والشيء اللي تقبضوه من التبرعات؟ يقبض صباح كذا كامل يقبض ذا كامل على كل حال التبرعات اللي أعطانا رواية عينجية عملوا بطلبة عليه تحسينات أساسا اللي يحتاج لجوء الشركة قط الجمعية عدلوا عليها فهم تبرعات مادية من الأعضاء. فتكي قلت لك نحن نتشهر بك حالة والتبرع أساسا أركز على مجموعة أعضاء المجموعة وإضافة للتبرع الجمعي اللي ذكرت اللي كان تبرع عين أساسا وحسب تجربتي وتجربة الأعضاء اللي معي العمل الجمعوي العمل الجمعوي يتمدي بالنظري والطلبي ما لقيت عندهم قناعة حد وبالتالي الهدف النبيل اللي تطمح له ما لقيت تشتري ملاه لابد له من يبذل مجهود ذاتي ويعدل الشيء على الميدان ويعود بالنص ويرقد عليه اللي رقد عليه لا تنقل ذاتي اولا به اللي شي باغ اكزومبل اللي المولين الجانب العربي اساسا عندهم
شروط ستريكت للتمويل، ولا بدا بعديها متعود الجمعيه لها 5 سنوات يعني دار بورد اكتيفيتي منتظم، وخمس سنوات اساسا بيدي واحده اكثر من 5 سنوات ما هم عندي. طبعا انت الحق 5 سنوات من النشاطات المنتظمه اللي مطروحات الاخلاق بدك تستفاد منهم واستفادتهم مطروحات الاخلاق. فما الممولين الخليج عندهم جمعيات. على كل حال كان شاط من قاعد الوحده بإطار هذه القانوني وإطار هذه النشاطات اللي يجروا بياس من الوقت. صحيح لابد من رصيدكم وانتم في الميدان تعبوه بعد قاعد حدكم. وده مولي تعالك يحول بينه معاها ياسر من الوقت ويقبل ياسر من الوقت نشاط واحد اللي تجي لازم تحضر له حتى يقعد مطرح عند الاخلاق. لان احنا هذا الاعضاء اعضاء الجمعيه واعضاء الجمعيات الاخرين يخلطوا شو ما يخلطوا العمل الانساني هذا الجمعه مونوك يعود اصلا الصيب شيبان مرترت طارق وبصايب نحن هم نعرسوا مع شقرتنا ومع مشاكلنا اليوميه ومع الدفار ما يخلط حسين بيزي في سيف. على كل حال فما ان شاء الله تعالى في المستقبل القريب اتصال بهذا الموضوع. طبعا اللي قال من الغربيين اللي تمويلهم حقيقي ودائم ما بتنعاد مدن الجزر ما حد ما تعدي كريتير دو سينكا صار 5 سنوات. فما على المستورد ان شاء الله. على كل حال معلي كاملين الناس اللي داخل المجال دائما توجهوا بطريقه طريقه المساعده. طبعا عندنا ابلاغ رايكم متخمين تبنوا مدارس متخمين؟ نحن نتخمم صافي اصبحتي سؤالي انت قلت في مدارس ولا بيها نكتب من رايكم متخمين بنيان مساجد؟ نحن ما باقي الشيء ما نتخمم قلت لك الطموح هذا هو التوظيف. معرم ودابو اللي قاعد. وعلى كل حال الخط اللي اخترته الواقع شوي اللي نحن اختاروا قاعد حول موريتانيا ليش به؟ جنة يقال لك بسرينات ويبدأ النرويجي. على كل حال الطموح تبارك الله كبير وشمامير ياسري ياسري وراشي مع الولايه وفقنا لتو ان شاء الله. ان شاء الله ضيفي الكريم خالك سؤال دائما نطرحه للجمعيات الخيريه، ذا اللي يميز جمعيتكم انتم عن باقي الجمعيات بما انهم ياسرين شنو؟ احنا يميزنا عن المسلمين على باب الشخصيه. معك بعد حق. كان هنا واحد معك بعد حق. ولاهو قولان قولان احنا مرتان متبركين شقراك بالحي وبرك منه يا غير نهج وقاع رحمه الله ما فيه البركه ولا فيه كستشيخ ولا تضبط ولا اي حال. هذه الميزه قد عندنا وحفود لنا وميزتنا اللي عندنا فما طاقم حقيقه من الشباب يمشي كيف ما عرفوا يمشي ما عرفتوا ما هو بهذا الشهر حقيقه يطربوا للشعب الميداني تحمس وعاطين الوقت وجاد يعني يعود في الاستمرار اللي تعود قاع ما قاعد ما تاتي قطعا الكادر البشري هو مفتاح كل شيء ننشغل امثالهم هم اللي قطعا من عليات وعزاتهم بشرقيه يجي في الشمس وكل حاله وعاطين وقتهم الليل والنهار على حياتهم الخاصه من اجل هذه الاهداف وهذا على راس مالي بحد ذاته. صح. قطعا من جمعيات عن جمعيات فهمت تبارك الله شنو جمعيات تبارك الله ما مثلا مو مطروح عند الاخلاق بعض كلامنا احنا على راس. زين من طريقه كان عندكم تعاون مع كارفور للعمل الخيري هذا اللي دائما ما شاء الله تعاملوا مع جميع الجمعيات. ما فهمت تعاملت معه. انا اساسا لك عندي نظريه عن كرر للناس افهامها طلبت ذيك هي نظريتنا احنا. عندنا نظرية. الميدان الاعلام والملاعب الاعلاميه اللي يستخدموها للوسائل التواصل الالكتروني. صحيح. نسج العلاقات الريزو ريلاسيونال وطاح لي من السبب على مجبر على دور كونتاكت ومتصل بهم وعالم بهم وعالم بمجهودهم القيم. صحيح.
صافي انت عندنا فيديو يعاد فيلم فيديو نطلب من المخرج يطلعوا لي يبدو انه بعث لي فيلم فيديو الفهد طلع لي عقاب الصور هي صورة مؤثرة مؤثرة يقولوا هل الرسم عن هالصورة تتحدث يعني بشكل ولينضيفكم زاد عن كونها معبرة مؤثرة ما بها مهنية اللي قالوا الصورة اللي حاول التجربة الثانية الصورة هي غير الميدان والواقع واللي يتحدث ما هو مهنية المصور صحيح الصورة الموالية تتحدث طبعا صورة زينة وهذه الصورة دائما في ضواحي بوبي راكم شفتوا التريكي الصغيرة اللي قاعدة في بلدتهم وطبعا اجتهاد وعندهم اجتهاد كان عندهم مباراة اخرى وبيت نستنى ودكتور الرياح الحمد لله على سلامة لقد دبس وهذه الصورة الشيخ المسلم اللي قبلنا معاه الوقت اللي حقا قبل معاه الوقت بإلهاء ثاني خاصة جدا وهذه المساعدات هذه المساعدة في مواد غذائية شكل سداد الصورة الموالية هون في الميدان أظهر دمارك و بنيان أصلا معدل بوسائل خاصة جدا متواضعة جدا والرياح للحالة كنا حتى بيلي شفتها سلت أصدر تيشت من العروب أنا سبحان الله الحالة بوسائل هذا اللي مسند عليه هو اللي عاد عندها المأوى طبعا ثم الشريط اللي كان مطر رزقهم نادي مع طب الرياح خلان الصورة الموالية هذه تبان واخوة من النساء كانوا حاضرات الفريق المدني ساعدوا شنو دور النساء معاكم في الجمعية؟ شنو دور النساء معاكم في الجمعية؟ لا تبارك الله دور مشترك دور نقع ولا طم نو للأمانة حسب تجربتي في هذا الميدان الجمعوي خصوصا سبب الشخص اللي بقى عن النساء متبرعات واحد صحيح اللي بعد قاعد تحمسهم ما شاركوني نهائيا اللي هذا اللي تبرعوا النشطة كامل اللي فاتوا النساء طبعا يعني جزان 10% من نحن اللي أعطي واحد يقال العيات من عاد عاد الباس ماشي بالشمس وهذا هو اللي قلت يعني يميزنا عن الجمعيات الاخرى يبشرني على كل حال يتعدل شيء ليش انت مستقبل هم الصور الاسره المواليه هذا اثار الدمار كذا مع وهذا حد هذا الاسره لما جبروا شيء يعاونهم وشي مولي نعاش مثلا مساعدات ما طلعوا عندنا دام لك عند المزام الدنيا ما خلينا عند ابن وبعد كرش كبير لهم يعني كبير غير بعد الواقع على كل حال واقعهم الحال ما يبشر عنه لما جاهم شيء مطلوب لا يتلاقوا يديروا روسهم تحت الضوء سبحان الله الصورة الموالية هم بعض من الصور مؤثرة أنا شفت عندكم هون الصورة إن شاء الله المخرج يطلعها لي رافد فيها واحد رافد سكيبة لكن اللي فيها شنو صورتها في عندك؟ هذا سكيبة الفارية أعطيك الصورة تجيب الفارق شرائع تجيب الفارق من المواد الغذائية اللي قصها فارين تكي مبورو اليابس زين حتى هذه الفكرة مبورو اليابس به اليابس اليابس فهم أكد هذه مبورو اليابس هو العمل الإنساني ما يخرج عن اليابس مبورو اليابس يا صبحهم يتركتهم معي وقعت عشاء وبي يطلب مواط من الناس بروح على الدربش السكر
يشربوا عليه من طلعوا عليه فم مكروني فم فم عرب نفس القلادات تعبات حقا والدقيق بس الروايات اللي شنو المساعدات الملابس الجديدة ما اللي ملابس اسمه بس طبعا ركزنا فيهم اللي على جانب الفئات المستفيدة اللي فت عنك الجيبي ملح في القرية من في بلدان على كل حال ملابس خاصة بلدان ما هي تطبخ مع كل حال وك شنو الملابس اللي خاصة خاصة وكذلك الفئات الأقلانية اللي لبسوا ملاح لبسوا دراري لقينا السلات تعود موجهين للفئات تعطيهم وين هي عملها بلا معنى ولا تخدم هم اللي قاع في الجمعية. إذا الوقت مثلا ياسر سميرة الوقت مثلا ياسر ضيف الكريم أول يا شاكرتك على قبول الدعوة هي تقول لنا كلمة أخيرة إن شاء الله التوفيق ونحناتي مساعدينك الشهر إن شاء الله ربي بعشر مصاحف نبقى تتقسمهم في المحاضر والمساج لعامكم جزاك الله خير ونحناتي معكم مساعدة صح ونحناتي معكم إيد بيت شكرا جزيلا اذا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه الوطنيه ما بقى معايا من الوقت ما نشكر فيه الضيف في الحلقه يوسف البومديان رئيس جمعيه الشيخ سيدي بابا الشيخ سيدي وكانت معايا فعلا هذه الحلقه صفيه سماني وشاكر المخرج الرائع جلو مهاجي وهذه تحياتي سميره السماني تفهمين الله الى غدا ان شاء الله موضوع جديد